السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر الخامس من شهر فبراير، اليوم 22 بعد 100 لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي المتواصل على قطاع غزة، والعرب لساتهم نايمين للأسف. نكرر دائما لعل أحد العرب يتابعونا يصحى شوي. غزة عدوان متواصل لليوم 122 على التوالي، ارتفاع حصيل الضحايا العدوان على القطاع إلى 27,478 شهيداً. من معبر رفح الذي وصلوا إليه قبل نظرائهم العرب نواب فرنسيون متعاطفون مع الشعب الفلسطيني يطالبون بوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات بأشكالها. هل تراهم أسمعوا؟ هل أحرجوا نظراءهم العرب والمسلمين؟ لماذا تأخر النواب والوزراء وقبلهم الزعماء ملوكا وسلاطين ورؤساء؟ نتحدث عن العرب والمسلمين، لماذا تأخروا في الوصول إلى غزة ووصل نواب فرنسيون إلى معبر رفح؟ سؤال ساعتنا الأولى. في الساعة الثانية سنركز على مصر والمحتل الصهيوني. العلاقة تبدو متوترة وتبدو فيها حوار ونقاش. وسائل الإعلام عبرية كشفت عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب، قال لك لنقل معبر رفح إلى المثلث الحدودي في منطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية وأراضي 48 التي يسميها المحتل الحدود المصرية الإسرائيلية، بدلاً من موقعه الحالي. طبعا لماذا؟ لأنهم يريدون لا شيء لهذا القطاع ويدفنونه دفنا، وبالتالي تتحكم مصر والمحتل الصهيوني في كل شيء. يتضمن النقاش بين الجانبين المصري والصهيوني بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، أي على طول 14 كيلومترا، والذريعة قال لك منع تهريب الأسلحة. التقرير تقول إن مصر هددت في هذا النقاش الجاري بينهما، إذا دخل لاجئ واحد فلسطيني إلى سيناء فستلغى اتفاقيات السلام أو أقلها تعلق. هذا اللي شغله النظام المصري فيما يبدو، دخول اللاجئين. أما أن يطحنوا هناك ويموتوا جوعا، فهذا الحقيقة لن يلغي لأجله اتفاقيات السلام. النظام المصري يواجه في الداخل أيضاً المزيد من المتاعب والانتقادات للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهذا ظهر الحقيقة في فيديوهات عديدة في الفترة الأخيرة. بين مخططات المحتل وازدياد الغضب الشعبي الداخلي من ضيق الحال، كيف سيتصرف النظام المصري؟ هذا سؤالنا في ساعتنا الثانية. لكن دعونا نبدأ كالعادة من غزة والميدان والنواب العرب ورؤسائهم ووزرائهم الذين تأخروا في زيارة أشقائهم في غزة، فيما وصل نواب فرنسيون قبلهم ومن هناك من معبر رفح رفعوا صوتهم. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة إلى 27,478 شهيداً و 66,835 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قدمت فيه آخر الإحصائيات في اليوم 22 بعد 100 للعدوان الغاشم على القطاع. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 113 شهيداً و205 مصابين خلال 24 ساعة الماضية. وفيما تعاني غزة القصف والعدوان والآلام، لم يجرؤ
زعيم عربي واحد وزير أو نائب على زيارتها إلى حد اللحظة. وفيما يتأخر العرب، زار وفد من النواب الفرنسيين معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ووكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار. شدد الوفد على ضرورة وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات التي يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع وفق ما نشره البرلماني الفرنسي الذي يترأس الوفد إيريك كوكريل. مرة أن يصلك الدعم والمساندة من الغريب والبعيد، فيما يقبع زعماء عرب، ملوك ورؤساء وسلاطين، ومعهم لفيف من الوزراء والنواب، يقبعون في مكاتبهم حيث التكييف والراحة والتخمة أحيانا لم يجرؤ أي منهم إلى حد الساعة للوصول إلى غزة. لماذا تأخر الزعماء العرب في زيارة القطاع وإعلان التعاطف والمساندة، ملوكا وسلاطين ورؤساء؟ لماذا تأخر الوزراء العرب أيضا في الوصول إلى القطاع لإظهار اللحمة العربية والأخوة في وجه المحتل المجرم الذي وصله زعماء غربيون كثر دعما له ومساندة منذ اليوم الأول؟ لماذا تأخر النواب العرب وهم كما يفترض يمثلون شعوبهم التواقة إلى غزة فيما وصل إلى معبر رفح نواب دولة غربية؟ لليوم 22 بعد 100 للعدوان يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية. وما زال العرب صائمون على زيارة القطاع، لعلهم ينتظرون آخر شهيد. طيب، من معبر رفح الذي وصلوا إليه قبل نظرائهم العرب نواب فرنسيون متعاطفون مع الشعب الفلسطيني يطالبون بوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات. هل أحرجوا نظراءهم العرب والمسلمين؟ وما سبب التأخر العربي على المستوى الرسمي في الوصول إلى غزة؟ هذا سؤال ساعتنا الأولى. سأعود الجمهور بعد قليل، ولكن دعوني أرحب بضيفنا الليلة الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم حمص سابقا، ينضم إلينا من الجزائر. دكتور مقري، مساء الخير. مسألة مؤلمة فعلا أن يصل نواب غربيون قبل نظرائهم العرب إلى معبر رفح، كيف يبدو لك الأمر من هذه الزاوية؟ تحية طيبة لك وللمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أولا يجب أن نسأل، يعني هل توجد منظومة برلمانية حقيقية في البلاد العربية؟ يعني هل توجد حقيقة برلمانات ديمقراطية نتجت عن انتخابات حرة ونزيهة ولها وزن حقيقي في الرقابة على الشأن العام والرقابة على المسؤولين الحكوميين؟ يعني هذا غير موجود. يعني أعطيني بلد واحد يعني فيه برلمان، يعني برلمان حقيقي يمكن أن يمثل سلطة مضادة، يعني كونتر بوفوار في العالم العربي. فإما هي برلمانات مسحوقة كلية بالتزوير والاستئصال، أو أنها برلمانات يعني موجودة على أساس تزوير انتخابي، وبالتالي ميزان القوة فيها داخل البرلمان هو في الحقيقة لصالح هذه الأنظمة التي لا تريد من الشعوب أن تتحرك ولا هي تتحرك. يعني وحتى البرلمانات يعني للأحزاب المعارضة الموجودة في هذه المجالس المنتخبة يعني البعيدة عن المقاييس الديمقراطية، في الحقيقة تجد نفسها يعني تداري، وتجد نفسها يعني تبحث يعني على دوائر للأمان لنفسها حتى تستطيع أن تشتغل أو حتى تحافظ على مصالحها. يعني في الحقيقة يعني ليس صحيحا أن نقول بأن هناك برلمانات حقيقية. صحيح فيه نواب يناضلون يكافحون، فيه نواب
يعني حقيقة يعني لهم قناعة بالديمقراطية ويكافحون، ولكنهم لا يستطيعون يفعلوا شيئا في هذا الميزان. فالحقيقة شيء مؤسف، شيء مؤسف أننا الآن نجد نواب أجانب يصلون إلى معبر رفح ولا يوجد نائب واحد من العالم العربي يقوم بهذا العمل. هذا شيء مؤسف، يعني حقيقة نحن نشعر بأننا نعيش في أمة ميتة، أمة غير حية حقيقة. إذا كان طوفان الأقصى بكل وهجه، بكل بطولاته، بكل تحويلاته الكبيرة التي أنشأها في العالم، بكل هذه المآسي، بكل هذه المعاناة، بكل هذه الآلام التي نراها في غزة، ولا نوجد حراك في أمتنا العربية، لا نوجد حياة سياسية حقيقية، لا نوجد مجتمع مدني حقيقي، لا نوجد برلمانات حقيقة تهتم بما يحدث في غزة ولا تتفاعل مع ذلك. يعني كما سبق أن قلنا من قبل، ما يحدث في غزة هي حالة سننية، حالة عظيمة تتجاوز حدود المقدور الإنساني. والحالة السننية هي من أجل الله سبحانه وتعالى يصنعها على عينه، يعني من أجل تدمير الظالمين ومن أجل تدمير المعادين لله ولرسوله، ولكنها تكون في نفس الوقت ابتلاء للمؤمنين القاعدين الذين ثاقلوا إلى الأرض، هي ابتلاء لهم ليخرجوا من دائرة الأمان من أجل مصالحهم، لأن العالم العربي الجميع دخل في دائرة الأمان، ولا توجد نخب، لا يوجد قادة يعملون على إخراج هذه المجتمعات من دائرة الأمان ضمن الاحتياجات البدائية التي يطالب بها أي إنسان. يعني الناس ركنوا إلى الحاجات البدائية المتعلقة بالأمن والمتعلقة برمق العيش، ولا توجد يعني احتياجات ومطالب من أجل الكرامة، من أجل العزة، من أجل الحرية، من أجل النهضة، من أجل التطور، من أجل الازدهار. يعني هذه الأحلام صارت غير موجودة عند النخب. الناس أصبحوا يرضون بتحقيق الاحتياجات الأساسية يعني فقط، ولا يوجد من النخب من يعمل على إخراج الناس، بل النخب نفسها دخلت في دائرة الأمان، وأصبح لا يوجد يعني في الحقيقة قوة فاعلة تعمل على إخراج العالم العربي نحو آفاق رحبة، من أجل المجد، من أجل العزة، من أجل النهضة، من أجل التطور، من أجل الازدهار، من أجل أن تكون لنا مكانة بين الأمم. هذا شيء مؤسف حقيقة. طوفان الأقصى الحق كشف الأمور. اسمح لي دكتور مقري حتى يكون الحوار أخذ وعطى لو سمحت. العربية ميتة. لو تسمعني الآن، لأنه يبدو أن الصوت الحقيقة لا يصل إليك. أنا كنت أود أن أسألك، لأنك كنت رئيس لحركة حمص، وحركة حمص كما تعلم لديها نواب في البرلمان. ما الذي يمنع نواب حمص وغيرها من الحركات الوطنية والإسلامية أيضا أن تشكل وفد ويتوجه إلى معبر رفح؟ ما الذي يمنعها من ذلك بنظرك؟ المطلوب منهم أقل من هذا، أن يقفوا أمام السفارات الأمريكية، السفارة الأمريكية الظالمة. أما ذهابهم إلى معبر رفح فهو مستحيل، يعني مع السلطات المصرية التي لا تقبل يعني أي حركة حقيقية يعني في اتجاه نجدة. ولكن يعني من المفيد تسجيل المواقف دكتور مقري، ألا ترى ذلك؟ صحيح، نعم، أوافقك الرأي. يعني لابد من تسجيل المواقف، لابد أن تكون محاولات، لابد أن تكون مشاريع، لابد أن تكون مساعي. وإذا ما لم تصل بسبب المنع، بسبب التضييق، فالناس يكونوا قد أعذروا أنفسهم وقاموا بالحجة أمام الله سبحانه وتعالى. لا شك يعني أن في الحقيقة غياب المبادرات يعني هو شيء غير مقبول بكل تأكيد. طيب، المشكلة الحقيقة أيضا لا توضع على كاهل النواب لوحدهم. المثير في هذه الأمة دكتور مقري، لا رؤساء حاولوا، ولا ملوك حاولوا، ولا سلاطين حاولوا، ولا وزراء حاولوا. يعني هل كل هؤلاء معذورون؟ يعني مأساة تعانيها الأمة يبدو غير مسبوقة. يا سيدي، دعنا نكون صريحين، يعني هذه الأنظمة العربية لا تريد أن يتحقق نصر حاسم للمقاومة، لأن الذي يقود المقاومة يعني هم ناس أحرار، ناس يريدون عزة هذه البلدان، يريدون حرية هذه الشعوب،
وهم بالنسبة إليهم هؤلاء يعني ينتمون إلى تيارات يعني هي في أصل الخصومة السياسية الموجودة في العالم العربي. والأنظمة العربية لا تريد توافق، لا تريد تعاون، لا تريد حوار مع التيارات الاجتماعية والفكرية والسياسية سواء كانت إسلامية وغيرها الجادة التي تصبو إلى نهضة هذه الأمة. الأنظمة العربية لا تريد أن تلتقي مع هذه التيارات، هي تريد أن تبقى مسيطرة على الحكم. وبالتالي إذا كان هذه التيارات التي تقود المقاومة اليوم يعني في غزة إذا انتصرت، هذه الأنظمة تشعر بالخطر، تشعر بأن الذي حقق تطلعات الشعوب العربية لتحرير فلسطين هي هذه التيارات التي تخاصمها. يعني للأسف الشديد الأنظمة العربية غارقة في قضية سياسية تافهة. الأنظمة العربية غارقة يعني بشكل رهيب في مسألة سياسية تافهة، في قضية حكم، قضية سلطة، قضية كرسي. هي لا تتطلع إلى آفاق رحبة من الخير ومن البر الذي يسعى الناس جميعا، الذي يسعها هي كأنظمة ويسع الشعوب ويسع كل التيارات وكل الأحزاب. يعني هذه في الحقيقة عقولهم، هؤلاء عقولهم مغلقة على مقاصدهم وعلى آرائهم وعلى طموحاتهم. هذا شيء مؤسف يعني هذا الذي نراه وهذا الذي يجب أن نقوله. كيف أنت يعني هل يتوقع لحكام على هذه الذهنية وعلى هذه العقلية أن يتحمسوا لكي تنتصر حماس وتنتصر المقاومة في فلسطين؟ طيب. يعني فلقهم في مأزق. دعني 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 أختم معك، دعني أختم معك في هذا السياق دكتور مقري. إذا كان الرؤساء مقصرون وربما بعضهم يريد لهذه المقاومة أن تكسر لا قدر الله، وبعض الوزراء هم محكومون من قبل هؤلاء الرؤساء والسلاطين، لكن النواب عندهم مساحة حركة ولو قليلة، هل بعد هذا اللقاء دكتور مقري تتوقع أنه نواب حمص ونواب الحركات الأخرى الوطنية والإسلامية في الجزائر وغيرهم من النواب العرب الذين يتابعوننا الآن سنرى محاولات جادة لأخذ الطائرة والتوجه إلى مصر وإحراج النظام المصري هناك وليكن ما يكن؟ والله يا سيدي الكريم أنا لست في موقع قيادي في حركة مجتمع السلم يعني، ولذلك لا أملك إلا أن أدعو إلى القيام بالواجب. وأنا قد دعوت مرارا وتكرارا إلى رفع السقف لنصرة أهلنا في غزة. السقف الموجود في الجزائر أو في غيرها في كل عالم عربي هو دون هذه التطلعات الكبيرة. شوف مالك بن نبي يقول بأن مشكلة الإنسان هي مشكلة حضارة، والإنسان لا يكون في مستوى الحضارة إلا إذا تطلع إلى التحولات والتطورات الدولية الكبرى وفهمها وأدركها وانخرط فيها، وكأنه يتحدث عن اليوم. يعني أنا أدعو الجميع سواء كانوا نواب، أنا أدعو نفسي وغيري سواء كانوا نواب وغيرهم أن يكونوا في مستوى هذه التطلعات، هذه التطورات التاريخية الكبرى، أن يفهموها، أن يفهموا بأن اليوم ليس كالأمس وغدا لن يكون كذلك كاليوم. هناك تطورات كبيرة والتاريخ يمر يعني بشكل كبير جدا وبشكل سريع وعنيف، وستقام الحجة على الجميع. أنا لا أملك إلا أن أدعو الناس بأن يقوموا بواجباتهم، بأن يخرجوا من دائرة الأمان، بأن يحسبوا للمبادئ الكبرى، أن يضحوا من أجل القضايا الكبرى التي ستسعد الجميع. نحن يا إخواننا إذا كان انتصرنا في فلسطين، إذا كان المفاوضات الجارية اليوم يعني كانت في مستوى هذه التضحيات وانتهت بنصر للفلسطينيين، الأمة كلها ستسعد، الجميع سيخرج من هذا المأزق، مأزق التخلف الذي نحن فيه اليوم. الإسرائيليون، دعني أقول هذه الكلمة لو سمحت، الإسرائيليون اليوم هم في الحقيقة يعني هم يتجرؤون على الاستمرار في الحرب، لأنهم يرون بأن الشعوب العربية ميتة، بأن الحكومات العربية هي في الحقيقة لا تريد انتصار لحماس، هي تريد الآن الوصول إلى حل الدولتين. يعني اليوم طوفان الأقصى أتاهم بهذه النتيجة،
التي لم تأتي بها المفاوضات. اليوم طوفان الأقصى حقق نتيجة رجوع العالم بأسره إلى حل الدولتين، بالطبع سيكون يعني بطريقة مركبة ومغشوشة يعني لن تكون في صالح الفلسطينيين، ولكن على الأقل أن طوفان الأقصى أرجع الحديث عن حل الدولتين في الساحة العربية. اليوم الحكام العرب بدل أن يسيروا بعيدا لتحقيق انتصار كاسح يضعف الكيان الصهيوني ويؤدي إلى التحرير، هم اليوم يتشبثون بحل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل، الذي ترفضه الأغلبية اليوم الموجودة في الكيان الصهيوني. في الحقيقة يعني هذا الموات الذي نعيشه على مستوى الحكومات والشعوب وعلى مستوى النواب هو لصالح الكيان الإسرائيلي. لو أن الأمة متحركة، لو أن الأمة منتفضة، لو أن الأمة موجودة اليوم على الحدود المصرية الفلسطينية والحدود الأردنية الفلسطينية لكانت المعركة قد انتهت وقد حسمت لصالح الفلسطينيين، ولكن للأسف الشديد هذا الموات هو دعم للكيان الصهيوني في معركة هذه التي يدمر فيها الحجر والشجر والإنسان والحيوان للأسف الشديد. الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم حمص سابقا كنت معنا من الجزائر. أنا أختم أو أكرر ما ذكره ضيفنا لأنها نقطة مهمة، لو كان الملايين من المصريين الآن يخيمون على الحدود المصرية الفلسطينية، تخيل معي كم مصر حجمها؟ 105 مليون أو ربما أكثر؟ طيب خلينا مليون واحد فقط يخيموا على الحدود ودائما رافعين شعارات ويافطات على الحدود الفلسطينية المصرية، يعني هل النظام سيمنعهم؟ ماذا يضير النظام أن يذهب مليون مصري ويقفوا هناك على الحدود ويخيموا ويأكلوا ويشربوا هناك؟ وعلى الطرف الفلسطيني أيضا من ناحية الأردن مليون أردني. لكن هل برأيك النظام الأردني يقوم بما يجب؟ تستطيع هذه الأنظمة حتى لو هي محرجة من أمريكا حبيبتها أمريكا، تستطيع أن تمرر مثل هذه الرسائل؟ تستطيع أن تدفع بمليون نحو الحدود وتتذرع وتقول أنا والله ما عندي علاقة؟ يا أخي الأنظمة عندها أدوات، يا أخي شغل أدواتك أيها النظام العربي الغبي. النظام المصري يستطيع أن يدفع بمليون مصري على الحدود يخدم قضيته هو في فيلادلفيا ويساعد إخوانا المصريين ويسجل موقف على الصهاينة والأمريكان ويقول والله ما علاقتي أنا، المصريين راحوا لوحدهم. وكذلك النظام الأردني، لماذا يمنع المواطن الأردني من الوصول إلى الحدود الفلسطينية؟ أنا أقول من هذا المنبر من حق الأردنيين أن يصلوا إلى حدود فلسطين وأن يخيموا هناك، وكذلك المصريين حق كامل. طيب معتصم من الأردن، معتصم السلام عليكم أستاذ صالح. وعليك السلام أستاذ صالح. دعني أولا أبدأ بالموضوع بكافة أجزائه، نبدأ من الحكام الذين يحكمون هذه الدول العربية، نبدأ بهم بالبداية. هذه الحكام الدول العربية كلهم يتسابقون فقط لتقريب القرابين والولاءات للولايات المتحدة ودولة إسرائيل فقط، وهذا واضح للعيان من مواقفهم ودعمهم بالجسر البري، والموضوع أصبح واضح جدا. أنت تسأل الآن عن صناع القرار والبرلمانات العربية في أينما هذه الحرب مواقفها لدعم إخواننا في غزة. للأسف رأيت رئيس الوزراء البلجيكي، رئيس الوزراء الإسباني، ورأي الإكوادوري يقومون بمواقف شجاعة ونبيلة وهم يبعدون آلاف الكيلومترات بل وملايين الكيلومترات. تحدث لي بربك، تحدث لي على البرلمان الأردني وأنت من الأردن. البرلمان الأردني موقفه موقف قوي وسقف عالي، لكن من حيث المردود من حيث العمل لم نرى شيء. ما الذي يمنع البرلمانيين الأردنيين أن يذهبوا إلى مصر ويحرجوا النظام المصري ويصلوا مثل نظرائهم هؤلاء الفرنسيين، يصلوا إلى معبر رفح ويدخلوا إلى غزة إن استطاعوا أيضا؟ ما الذي يمنعهم من ذلك؟ ما عندهم طائرة مثلا لا قدر الله؟ لديهم كل الإمكانيات ولديهم كل شيء، لكن بصراحة يا أستاذ صالح هؤلاء من نسميهم برلمانيون هم أصلا لا نعلم إن جاوب انتخابات أصلا ملفقة أو مزورة أم جاوب انتخابات شرعية. إن كانوا هم فعلا جاءوا بانتخابات حقيقية فلماذا لا يحشدون
ناخبيهم وقواعدهم الانتخابية ليذهبوا للحدود، لنذهب جميعا، نذهب جميعا للحدود لنصرة إخواننا في غزة، نذهب جميعا. ما الذي سيحدث؟ لكنهم للأمانة منذ بداية الحرب لم يعني لم يقوموا بأي موقف حقيقي فعليا، ولم نرهم حتى يقوموا باللازم. في هذا السياق معتصم، حتى أستفيد من وجودك معنا، لو شمر الأردنيون على سواعدهم وانطلقت قوافل سيارات وعربات وحتى أكرمك الله الحمير يعني ركبانا وحدانا وزرفات، توجه الأردنيون 1,000,000 إلى الحدود الفلسطينية وبقوا هناك لأسبوع، من الذي سيمنعهم من ذلك؟ تمت محاولات قبل ذلك يا أستاذ صالح ووجهت بقمع شديد، تم ذلك ونزل الكثير من المتظاهرين في الطريق إلى غور الأردن إلى القرب من الحدود والسياج الأمني، لكن واجهوا الكثير من القمع من السلطات، والسلطات الأمنية منعت أي إنسان يقترب من الحدود. ما الذي تخشاه السلطات؟ يعني السلطات الأردنية اللي طول النهار عملت لي قصة الولاية الهاشمية على الأماكن المقدسة. طيب أسمع كلامك يعجبني، أشوف فعائلك أستعجب، يعني ألا يليق هذا الكلام أيضا في السلطة الأردنية؟ ما الذي يضير ملك الأردن والسلطات الأردنية أن يذهب 1,000,000 أردني إلى الحدود؟ شو المشكلة يعني؟ صاروا حراس الصهاينة مثلا؟ نعلم بأن هناك ابتزاز سياسي واقتصادي، يستغلون حاجات الدولة الأردنية وحاجات الدول العربية كلها أيضا، يستغلون هذه حاجات والمشاكل الاقتصادية، ولذلك يتسابقون دائما. فقط للأسف هذه الأنظمة للأمانة يا أستاذ صالح تعيش على الذل والتخاذل وإرضاء أمريكا فقط في هذه المنطقة، هذا ما هم يعتشون عليه. لذلك الشعوب حية، وجدنا مقاطعات وحملات مقاطعة، لنقول بصراحة الشعوب فعلا حية وتحاول بكل مجهود، لكنها تصطدم بهذا الجدار الأمني. طيب لماذا لا تحاولون مجددا معتصم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يتوجه 1,000,000 أردني إلى غور الأردن؟ أنا الحقيقة أنا أتمنى ذلك فعلا، هذا ما يجب أن يحدث. يجب أن لا نترك إخواننا، يجب أن لا نتركهم محرومون من قطرة الماء ومحرومون من الغذاء ومحرومون من كل شيء، ونحن نعيش برفاهية. الإنسان فعلا يتقطر دما على ما يراه كل يوم. الرسالة موجهة إذن إلى كل الأردنيين. شكرا لك معتصم. والله إن لم تفعلوا فستبقى وصمة عار، أنا أقول لهذه الشعوب العربية القريبة من فلسطين بالذات، يعني الشعبين المصري والأردني، ما الذي يمنعكم؟ شوية عناصر شرطة والله بإمكانكم تتجاوزوهم وتصلوا إلى الحدود. ليس مطلوب يعني لا نحن نأمر ندعوكم ولا مطلوب منكم أنكم تدخلوا للقتال، لا، لكن تقف هناك على الحدود وتبقى هناك وتخيم هناك وترفع شعاراتك ونداءاتك ويأتوك الإعلاميين هناك وترسل تقارير من هناك. يجب ممارسة ضغط ما على هذه الأنظمة وعلى هذا العالم القبيح، لأنه نحن الآن أمام وليمة قتل وإبادة جماعية والكل يتفرج. تخيل معي نحن أمة بأسرها وفي النص تماما في القلب إخواننا يذبحون، نحن نرى النار ونرى اللهيب ونرى الضحايا يستغيثون، ونحن لفين حواليهم. تخيل لي المشهد لو سمحت، ونحن لفين حواليهم وكل واحد حاط إيديه على بعضهم ويتفرج، الكويس فينا يدعو. هذه أمة بربكم؟ هذه أمة تستحق الاحترام؟ هذه أمة محمد؟ وبالتالي هناك شعوب مطالبة بالتحرك. الشعب الأردني عيب، ما تقول لي منعوني. الشعب الفلسطيني صامد أمام أعتى الدبابات الصهيونية، صامد ولا يتزحزح. أنت تقول لي الشرطة منعوني من الوصول إلى الحدود، ثم السلطات الأردنية، يعني السلطة الأردنية الآن كل يوم تعمل نقطة سوداء في سجلها. الكلام هذا كلام الولاية الهاشمية والدفاع عن القدس، والله لو استمر موقفها الآن هكذا إلى نهاية الحرب والله لن تقنع أحدا بعد الحرب وستصبح مسخرة. على فكرة إياكم أيها الأنظمة العربية، الشعوب العربية ليست غبية، تسجل الآن كل واحد يتحط له في ملف نقطة، هذه نقطة إيجابية وهذه نقطة سلبية، للأسف لا توجد نقاط إيجابية، كله سلبي. ما تصير تحكي لي على الولاية وما ولاية والقدس وما القدس وتصريحات عنترية ما فيها فايدة. العمل الآن. وكذلك الرسالة موجهة للمصريين أيضا. محسن من تونس مساء الخير. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. يا أخي صالح، ها هي فرنسا عندها دعم كبير للعدو،
يتحرك يعني بعمل إنساني ولكن الدول العربية عندهم مبرر، حكام العرب عندهم مبرر، عندهم حق يعني لكي لا يأتوا هنا، لأن الدول العربية العدو الحقيقي يعني الحكام العرب عدوهم الحقيقي هي المقاومة أينما كانت، سواء المقاومة في غزة أو المقاومة في حزب الله أو الحوثيين. يعني نحن لو نعمل مقارنة بين في سنة 2012 عندما أرسل الشهيد مرسي وزير غزة ذهب إلى غزة وقال غزة نترك غزة وحدها وذهب النواب في 200 عهد الديمقراطية إلى غزة. يعني ها هي المقارنة، لما ماتت الديمقراطية في الوطن العربي خلاص مات الضمير العربي وماتت الشعوب العربية وماتت حكام العرب، يعني العرب كلهم أعداء يعني للديمقراطية والمقاومة. فكيف يعني ننتظرهم أن يذهبوا ويعني وقف احتجاجية أو فتح معبر رفح أو دعم الشعب الفلسطيني؟ شكرا لكم. يعني لا ننتظر من الدول، هم يكرهون المقاومة. طيب على فكرة يا محسن، يا محسن، برلمان نعم. برلمان رئيسكم المنقلب، هذا البرلمان العظيم، لا أدري أنا نسبة النواب اللي فازوا كم حاصلين، يعني هل هي مثل الانتخابات المحلية هذه أم لا، 10% و12% و8%، المهم هؤلاء العظماء وينهم؟ لماذا لم يتوجهوا أيضا إلى معبر رفح ويصلوا قبل النواب الفرنسيين؟ لا يذهبون، هؤلاء هم تابعين مسار قيس سعيد، لا يذهبون، هم اختارهم قيس سعيد ومن معهم اختاروهم ليترشحوا من المهدر كثير في تونس. يعني دعنا من نسبة الانتخابات 5 أو كذا، هذا خارجين على الديمقراطية. أي ديمقراطية؟ نحن وأموال الناس تتك في الشوارع في تونس الآن. والله لو جبت يا أخي صالح، لو كان ثم موضوع على تونس تحكي لك حاجات غريبة يعني تصير تو في تونس. شكرا لك محسن. البرلماني أشكرك. شكرا لك محسن. شكرا لك، شكرا لك. عندما كانت الديمقراطية والثورة هي التي تحكم في تونس حتى تعرفوا الفرق، ويريد كل واحد تونسي وعربي يتعظ، مش يظل دائما يكرر في نفس الخطيئة والأحقاد الحزبية والكلام الفارغ. عندما كانت الثورة والديمقراطية تحكم في تونس، وزير الخارجية بغض النظر من يكون من النهضة أو من غيرها وصل إلى غزة قبل غيره، والآن للمفارقات. يعني هذا الوزير الذي كان سباقا في الوصول إلى غزة محكوم الآن بثلاث سنوات سجن، حتى تعرف هذه الأنظمة هي وكأنها عندها ملفات ثأر ممن يمثلون الثورة والأحزاب الوطنية والإسلامية وغيرها. سيبك من الشعارات ضد التطبيع وكلام فارغ، والآن مش قادر حتى يزور غزة. على كل حال، أم خالد من مصر مساء الخير. أم خالد، أيوة، مساء الخير. مساء الخير، ازيك أستاذ صالح؟ يا أهلا بيك. أيوة أستاذ صالح، يا أستاذ صالح الشعوب عايزة تطلع، الحكام هي اللي جبنا، ما هم مش عايزينها تطلع، أو بمعنى الأصح بيساعدوا الصهاينة. إحنا يا أستاذ صالح شعب مصر عايز يطلع على الحدود، إحنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل في السيسي وفي الجيش الأقري. الجيش لو مساعد الشعب هيطلع، إنما لا، الجيش مساعد السيسي ومساعد الصهاينة علشان الجيش سبعان. إنما يا أستاذ صالح أطمنك والله الشعب كله هيطلع الأيام دي، هيطلع، لأن الشعب جعان يا أستاذ صالح، اللي فيه أسخن من فلسطين. الشعب جعان، الشعب الرز ب40 جنيه والبصل ب40 جنيه والسكر ب60 جنيه والدقيق ب30 جنيه والكيلو الفراخ ب110 جنيه والكرتونة البيض ب170 جنيه والدنيا معروفة. الشعب جعان، الشعب جعان، هيطلع يا أستاذ صالح كده كده غصب عنه، هيطلع بقى على الحدود، هيطلع عند فلسطين، هيطلع على أي مكان تعرفه يا أستاذ صالح وعايزه. إنما الشعب ما عادش، الشعب عايز يطلع يا أستاذ صالح، عايز يطلع عند فلسطين من جوعه كمان، عايز يطلع يساعدهم. ما احنا بقينا زيه يا أستاذ صالح. شو. يا أستاذ صالح احنا بقينا زيه، إنما هو أصلا بيساعد الصهاينة، هو يهودي شكلهم عامل في الشعب كده يا أستاذ صالح. هو صدام لما كان بيضرب في الكويت، حد سابه يضرب؟ حد سابه؟
ما السعودية وقفت ومصر وقفت وكل البلاد وقفت. اسمعنا، فلسطين مش عايزة تقف. الراجل المؤمن المحترم الحلو ألف رحمة تنزل عليه اللي سببه في موته، قال لا نترك غزة لوحدها، لا نترك غزة لوحدها. ما حصلش كده، ما كانش حصل كده. الدمار ده، شكرا لك. اللي اليهود شايفينه وشايفينه. أشكركم خالد، شكرا لك. الدمار ده، شكرا لكم خالد. أشكركم خالد. حليم مساء الخير. حليم، حليم مساء الخير. طيب يبدو بإمكانه على كل حال إعادة الاتصال. سأعود للمزيد من المشاركات عن طريق الهاتف، ولكن أشرك بعض المداخلات عن طريق الواتساب. شيماء القرني تقول كيف لنا أن نتمنى وصول وزراء عرب إلى غزة، فعندما ننظر إلى جوقة حكامهم فبالكاد نسمع أو نرى بالمجهر من عنده الشهامة والشجاعة في قول الحق بجرأة ورجولة. فنحن في زمن عز فيه الرجال حتى أصبحنا نفتخر بمواقف مشرفة من دولة جنوب أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية. تقول ياسمين من ألمانيا تقول تحية إكبار وإجلال لمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي الذي أشاد بصمود وتضحيات شعب فلسطين وندد بالجسر البري بين ذوي القربة والكيان الصهيوني كما قال، بينما يحذر بعض وزراء سلطة أبو مازن مذكرة اعتقال لقادة المقاومة في غزة والضفة الذين لم تستطع دولة الاحتلال الوصول إليهم لاغتيالهم كما تقول. نور الهدى، قبل نور الهدى، قبل ذلك آدم من الجزائر يقول هناك مشكلة، يقول للقناة على يوتيوب وعلى فيسبوك هناك تشويش وأنا أؤكد لكم ذلك باليوم اليوم والأمس. طيب نحن لا نمتلك إلا أن نوزع مثل هذه التشكيات إلى زملائنا في الجوانب التقنية. يا ريت اللي تبعنا الآن من الزملاء التقنيين أنه يتصرف، هناك شكاوى في أكثر من مكان. طيب أحمد بن تونس مساء الخير. أحمد، طيب محمد من الجزائر، محمد من الجزائر، تفضل محمد. ألو سلام. ألو السلام عليكم. وعليك السلام. يا ريت تبتعد على الأسرة وتبتعد على التلفاز حتى نسمعك بشكل جيد. لا معليش. تفضل أخ صالح، كيف الأحوال؟ الحمد لله. مشكلتنا الأخ صالح هي في الأنظمة تاعنا العربية المتسلطة على رقابنا. أيوة. هذه الأنظمة هي بالنسبة لي هي عميلها للدول الغربية كلها بلا استثناء. كلها بلا استثناء. مشكلتنا هي الأنظمة. الأنظمة هي سبب خرابنا نحن. هذا هو مشكلتنا. لكن أين 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 التحريض الشعبي؟ يعني الشعوب لا تستطيع أن تضغط. التحريض الشعبي، أصبحت الشعوب الآن نائمة، هذا للأسف الشديد. أصبحت نائمة الآن. كل شعب يريد أن يعيش حياته التي اعتاد عليها وخلاص. غريبة أن الشعب الجزائري الذي كان يخرج بالملايين في الحراك اليوم لا يستطيع أن يسير حتى مظاهرة بمليون واحد وليس ملايين. المظاهرات تسير إلا عن طريق النظام. النظام لا يريد أن المظاهرة تخرج لأنه خائف، من خصوصا بعد الحراك الذي وقع في الجزائر. شكرا لك على كل حال محمد. أشكرك محمد. طيب معنا اتصال آخر، أبو أحمد إذا وصلني الاسم بشكل جيد. أبو أحمد من الجزائر تفضل. مساء النور أخ صالح. يا أهلا بيك، تفضل. أهلا بك، أنا أتصل من الجزائر. يا أهلا بيك. الموضوع اللي تكلمت عليه حول الشعوب العربية. الشعوب العربية ميتة ميتة خلاص الآن، أصبحت مدجنة ومحبطة وخلاص من قبل الأنظمة. أنا كنت أتكلم فقط، أنتم كنت عملت الآن اتصال مع مقري هذا متاع حماس الجزائرية. أنا كنت نتعجب، يعني يقول لك البرلمانات العربية
المعمولة والتي وصلت إلى المناصب عن طريق التزوير وكذا. هو كان في هذا المنصب بعد يعني هو كان برلماني ورئيس كتلة في البرلمان والآن يتكلم خارج البرلمان. وكان أبو أحمد أنت قلبت الموضوع الآن من حديثنا على غزة والوزراء والنواب الذين لم يصلوا إلى غزة إلى انتقاد للضيف. الضيف قال كلمته وذهب، ليس هو معنا الآن لو سمحت. الضيف ليس معنا الآن حتى يرد عليك. أعطيني موقفك من النوابك، نوابك في الجزائر لماذا لا يتوجهون إلى غزة؟ هذا هو المشكلة. هذا كان نائب وله يا رجل حدثني على النواب الآن. هو كان نائب، دعني من الضيف. النواب الآن، النواب اللي عندك الآن البرلمانيين، لماذا لا يأخذون طائرة جزائرية ويتوجهوا إلى غزة أو إلى مصر ومنها إلى غزة؟ لا يستطيعون، لأن حتى المظاهرات التي صارت دعما لغزة كانت بترخيص من النظام يعني. طيب إذا المشكلة في نظامك، المشكلة في نظامك وليس في عبد الرزاق مقري. نظامك. لا 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 لا، المشكل في هذه النسخة التي تنسخ. شكرا لك. يبدو أنك عندك المسألة مقلوبة. يا جماعة الخير، الحصان أولا دائما وليست العربة. عبد الرزاق مقري يتحكم في الجزائر مسكين، ما هو قائد سابق لحركة حمص وينتقد، وهو لم يقل بأنه هو قال لك جزء أنا من الموضوع. أنت ما تسمع كلام ولا لا أدري. أنا أدافع عما قاله الضيف. الضيف كان موضوعي للغاية، قال لك واقع عربي كله مزري، وقال لك أنا جزء من هذا الواقع. ماذا تريد أكثر؟ لكن النواب الآن اللي عندك في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وفي تونس وفي غيرها، ما الذي يمنعهم من أخذ طائراتهم وأن ينزلوا في المطارات المصرية ويحرج النظام المصري ويقولون هناك جميعا؟ تخيل معي خمس طائرات لنواب عرب يصلون إلى القاهرة ويقولوا لن نغادر قبل أن نصل إلى غزة، ماذا سيقول لهم عبد الفتاح السيسي؟ هل سيغامر بقطع العلاقات مع هذه الدول العربية؟ يا أخي هناك مليون قصة تستطيع أن تفعلها أيها النائب، لكن وين القرار الرسمي؟ تسمع الكلام أشكال وألوان لكن الأفعال لا شيء. صالح من فرنسا. صالح من فرنسا. ألو، مرحبا أخي صالح. يا هلا بيك أخي صالح. والله يعني أستغرب يعني في النواب العرب لماذا لا يتوجهون إلى معبر رفح مثلا؟ هل هناك نائب عربي يمثل المواطن العربي في البلاد العربية؟ أستغرب قولكم هذا، يعني كلهم يا أخي يعني يمثلون إلا الكرس الذين يجلسون عليها يعني. فبالتالي يعني أستغرب من هذه الأقاويل يعني النواب العرب. هل لدينا ديمقراطية حتى يصل النائب العربي يمثل المواطن العربي يا أخي؟ يعني أتمنى ذلك لكن ليس موجود يعني. فبالتالي يعني نرى غزة معنا يعني أبيدت عن بكر في أبيها يعني قارورة ما لا تدخل إلى غزة ولا يعني خيمة ولا غطاء ولا مأكل ولا مشرب. فبالتالي أين هم العرب الذين تتحدثون عنهم يا أخي؟ نواب مثل مصطفى بكري أو أمثال النواب هذونا يا أخي عباد الكراسي وليسوا يمثلون الشعوب العربية. أشكرك، واضح النقطة. شكرا لك صالح، أشكرك. محمد من الجزائر. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. وش راكم لاباس خويا؟ الله يبارك فيك. آمين إن شاء الله. قناة الحوار. نعم معك، تفضل. صح يا أخي، وش نقول لك؟ ليهم ربي وخلاص. من هؤلاء؟ غزة، أهل غزة. طيب ابتعد قليلا يا محمد على التلفاز حتى الصوت ما يتأخر يعني ويظل الحديث مسترسل. نحن نتحدث اليوم على الرؤساء والوزراء والنواب، هؤلاء اللي مثلوا صدارة المشهد في أي دولة عربية وفي العالم. ما الذي يمنعهم من الوصول إلى غزة برأيك؟ الخوف. الرئيس تبون مثلا، ونحن نتحدث على الرؤساء، الرئيس تبون يخشى أن يذهب إلى غزة؟ الخوف. الرئيس تبون
أنا. نعم يخشى. طيب ممن يخشى؟ يخشى من الموت. الله أكبر. أنا. نعم يخشى. نقص العقيدة. طيب يا محمد أنا طلبت منك بأدب أن تبتعد على التلفاز حتى لا يتردد الصوت، ابعد على التلفاز عزيزي وخليك على الهاتف. شكرا. ماشي يا محمد، أنت قلت أن الرئيس تبون يخشى الموت. يا رجل الرئيس تبون لو وصل سيكون في وفد، والمحتل الصهيوني سيعرف بوجوده ولن يغامر باستهدافه، كيف يخشى الموت يعني؟ ثم الموت يعني الأعمار بيد الله، يعني إذا حانت اللحظة لن يؤخرها للرئيس ولا غيره. اسمح لي احنا يا نعرفوا باللي اليهود هم الذين يخافون الموت هكذا، ودكاء ولاو المسلمين هم اللي يخافوا الموت واليهود ما يخافوش الموت بكل صراحه. جميل جدا، شكرا لك، اشكرك محمد من الجزائر. على كل حال نحن نتحدث على الصهاينه دائما، انا لا اريد ان ادخل اليهود كتولي مساله الديانه داخله في الموضوع، نحن نتحدث دائما عن محتل صهيوني مجرم حتى التسمية تكون واضحة. لكن نقطة مهمة التي ذكرها محمد، قال لك المسلمين صاروا يهابون الموت، الرئيس تبون قال لك يخشى الذهاب إلى غزة، يخشى الموت، ربما تصيبه قذيفة أو ما إلى ذلك. أنا أعجبني الحقيقة الشيخ القرداغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال أنا مستعد الذهاب إلى غزة وقريبا جدا، ومستعدين أن نضحي به بالأرواح والأنفس، لكن للأسف لم يصل بعد، لا أدري، ربما العطالة والتعطيل من الجانب المصري. لكن من هذا المنبر نقول الشيخ القرداغي سر وكل شيوخ الأمة وأحرار هذه الأمة معك، لا تتأخر فقد تأخرت كثيرا. فاطمة من فرنسا. أخي صالح يا أهلا بيك. شكرا. المهم أنا كنت أتمنى هذا الوصول إلى المعبر تاع رفح، كنت نتمنى الأحزاب والنواب العرب يعملوه أي يوم، كنت نتمنى. سمعت في الإذاعة هذه يومين عن هذه الرحلة، هما 20 شخص في حافلة وصلوا المعبر رفح اليوم لدعم الفلسطينيين في غزة، هم من حزب اليسار. والأربعاء إن شاء الله بعد غد أولياء الفرنسيين الإسرائيليين اللي ماتوا ولا اللي محجوزين مسجونين أبنائهم ذويهم غادين يديروا وقفة أظن في باريس. إذن هذه العائلات يطالبوا باش هذا الحزب ما يدخلش وما يديرش الوقفة معاهم، يعني نهار 7 أكتوبر غدوة 8 أكتوبر رئيس حزب اليسار ميلانشو صرح باللي حزب باللي حماس مقاومة تقريب كل فرنسا عادته، وللآن لذا الأربعاء يطالبوا باللي ما يوقفوش هذا الحزب، يعني ما نحتاجوش. أشكرك فاطمة واعذريني طبعا لضيق الوقت. أبو سامر من فلسطين في أقل من دقيقة لو تكرمت. السلام عليكم، يعطيك العافية أخ صالح. الله يعافيك، وعليك السلام. والله أخ صالح يعني إحنا شايفين أمريكا والغرب طائرات دعم، ما بين سلاح وما بين دعم اقتصادي وما بين فلوس، وإحنا للأسف العرب لا، وأكثر من ذلك وزيارات منذ بداية العدوان، والزيارات رايحة جاية على تل أبيب يدعموهم. والله أما العرب نايمين، رؤساء ووزراء ونواب، ولا واحد منهم يتحرك. وإحنا العرب المسلمين كل منا بسقف مطالبنا بننزله، قزمنا على مستوى بس مظاهرة تطلع في دولة عربية أو في مدينة عربية ما فيش. فيا أستاذ صالح يعني بس كلمة للعرب المسلمين، فيش حدا خالي مسؤولية، الكل امام ربنا مسؤول سواء حاكم او محكوم، كلنا بنقدر. طيب يا ابو سامر، يا ابو سامر هذا المحتل المجرم الصهيوني وهو اكبر ارهابي في التاريخ وهو الارهابي الوحيد الان على وجه الارض، ياتيه المسؤولون الغربيون ولا يخشون هؤلاء جميعا، طبعا الفرنسي والبريطاني والامريكي وغيره، لا يخشون انه احد يتهمهم بانهم يدعمون الارهاب،
لأنه المفروض أنه أي زعيم يذهب لتل أبيب الآن يتهم بدعم الإرهاب، لأنه الإرهاب الصهيوني شغال. لا، هم يذهبون ولا يعبؤون. العرب برأيك يخشى أي منهم الآن الذهاب لغزة لأنه قد تطاله تهمة دعم المقاومة؟ والله يا أستاذ صالح، هذا الموقف لازم يكون إحنا عنا، إحنا يا المسلمين والعرب، إنه إحنا نجع غزة وما نخافش. أول إشي واجب ديني ووطني، وثاني إشي يعني إحنا العرب المسلمين الله وكيلك، كل واحد بقول مقاومة أو حماس وكأنه كفر، هذا هم فاهمين الناس هيك. أما الأجنبي بيجي جهارا نهارا بدعم بالكلام وبالمال وبالسلاح، عادي. إحنا إذا بتقول على غزة بس بدك تبعت مية وكأنك يعني بدك تخترق. طيب متى نكسر حاجز الخوف الوهمي هذا برأيك بكلمتين؟ متى؟ والله يا أستاذ صالح، الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى على أمتي الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت، وهذا اللي إحنا واقعين فيه الوهن. شكرا لك، أشكرك أبو سامر من فلسطين. نعم الوهن فعلا. مصطفى من فرنسا يقول حكام العرب هم عمليا يدافعون عن المحتل، هكذا يقول، وسيفعلون ذلك إلى آخر قطرة دم. لهذه الدرجة لا أدري، ربما يبالغ قليلا مصطفى من فرنسا. يقول على الشعوب العربية التوحد قبل فوات الأوان. جميلة داود تقول على رأي المثل، لو فيها غيم كانت لو مطرت، أو العكس، لو أراد المسؤولون العرب مساعدة غزة لما انتظروا كل هذا الوقت، لكنهم لا يتحركون إلا بإذن أسيادهم. تقول جميلة. محمد من فرنسا يقول، محمد مرة أخرى أيضا يقول القناة عليها تشويش على الفضائية، ما في صوت، وعلى اليوتيوب في تقطع كثير، مش عارفين نتابع البرنامج. بارك الله فيك، يريد زملاء التقنيين أيضا اتابعوا لو سمحتم، يعني مش معقول أيضا الجماهير تأتينا تحتج والزملاء التقنيين يعني ما في رد. أنا أريد رد الحقيقة على الهواء لهذه الجماهير التي توصل لنا تشكياتها. موسى نصر من الأردن يقول كما قامت جنوب أفريقيا مشكورة بالنيابة عن دول عربية منبطحة وخائفة برفع دعوى على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، يقوم اليوم نواب فرنسيون بزيارة غزة للاطلاع على ما وصلت إليه، وبعض العرب لا حياة لمن تنادي. سأعرض في الساعة الثانية المزيد من المداخلات عن طريق الواتساب، لكن نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري، ثم لنا عودة فلا تذهبوا بعيدا. نبدأ ككل يوم من غزة، حيث العدوان هناك لم يتوقف بعد. اليوم 22 بعد المئة لهذا العدوان الصهيوني الأمريكي، وياريت ما تنسوها الكلمة هذه، مش توقف الحرب تقولوا خلاص. أمريكا شريكة كاملة في كل هذا العدوان الإجرامي مع الصهاينة. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 27,478 شهيد، كل قطرة دم سالت في غزة مسؤولين عليها هؤلاء الاثنين، الصهاينة معهم الأمريكان. إلى الخبر التالي، هناك معاناة لا تتوقف في غزة، فراق جديد، الصدمات تتوالى على قلبه، وفاة والدة الصحفي وائل الدحدوح في غزة. نعزيه ونترحم على والدته، ولكن الكلام لا يكفي لعزاء زميلنا وائل الدحدوح الحقيقة، ولا لعزاء المكلومين الآخرين في غزة، لهم الله ماذا نقول. إلى الخبر التالي، زيارة وموقف من معبر رفح، نواب فرنسيون يطالبون بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، وهذا ما كنا نتحدث عنه. جاءوا من بعيد، جاءوا من دولة غربية لا تمت لنا لا لغة ولا دينا، جاءوا أحرار أوصلوا صوتهم، ونواب عرب ما زالوا يتلكؤون ويترددون ويخمنون متى ننتظر أول فوج عربي من النواب يصل إلى غزة وليس فقط إلى المعبر. نأمل ذلك وقريبا جدا. إلى الخبر التالي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تتساءل وبحرقة، هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه لمحنة غزة؟ تساؤل مهم. تساءل مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني
إن كانت الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه لمحنة سكان قطاع غزة وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا كما قال. وقال مفوض عام أونروا متسائلا: هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه لمحنة غزة وعن هذه الكارثة؟ ورجح المسؤول الأممي أن ذلك ساهم في توجيه الانتقادات للأونروا أو تسريعها أو تضخيمها كما قال. نختم بالأردن، وهي خطوة مهمة تستحق الإشادة. نقابة المحامين ترفع دعوى للجنائية الدولية ضد قادة إسرائيليين. قامت نقابة المحامين الأردنيين أمام المحكمة الجنائية الدولية دعوى على أفراد وقادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دولة فلسطين. وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن البلاغة قدم يوم الجمعة في مقر المحكمة بلهاي بتهمة ارتكاب أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة فلسطين. نأمل أن يدعمهم النظام في الأردن وأن لا يلاحقهم، نأمل ذلك، لأن هذه الأنظمة العربية الحقيقة يعني تتوقع منها كل شيء، للأسف نقول ذلك طبعا. بعد الفاصل نتحول إلى مصر والمحتل الصهيوني. خطة إسرائيلية قال لك لنقل معبر رفح والسيطرة على محور فيلادلفيا، والنظام المصري بين هذا التآمر الصهيوني وغضب يتأجج في الداخل من الوضع الاقتصادي. كيف سيتصرف النظام المصري في قادم الأيام؟ نعود لهذا السؤال بعد الفاصل.